أهلا بحضراتكم. ربع آثار العالم في منطقة الأقصر، في محافظة الأقصر، ربع آثار العالم. ولكن أيضا الآن ونحن نتحدث، هناك مجزرة في الأقصر، مذبحة في الأقصر، بعدما ارتكبت قوات الشرطة البلطجية ارتكبت جريمة قتل تجاه أحد أفراد قرية العوامية في الأقصر. والقصة بدأت ببساطة قبل ما نوصل للنهاردة، بدأت ببساطة أنه على خلفية مظاهرات الجمعة 25 سبتمبر، قوات الأمن دخلت قرية العوامية، اعتقلوا مجموعة من الأشخاص، كان بينهم رجل كبير في السن. أحد أبناء هذا الرجل اعترض قوات الأمن وهي بتعتقل أبوه وأخوه. ضابط شرطة بلطجي طلع طبنجته وأطلق الرصاص على رأس هذا الرجل الشاب فأرداه قتيلا. قرية العوامية النهاردة بدأت أهو، دي كانت القصة كلها من أولها، جريمة في الأقصر. فجر اليوم قتلت قوات الشرطة الشاب عيسى عبد الحميد، والمولود الموظف في مستشفى الأقصر الدولي أمام منزله. بالظبط كده، قتلته أمام منزله بمنطقة العوامية عندما اعترض على اعتقال الشرطة لأبيه وأخيه. جريمة مدانة أشعلت غضب الأهالي، وقاموا بخطف واحتجاز خمسة من أمناء الشرطة المقيمين في المنطقة وهم غير مشاركين في واقعة القتل. رفض الأب استلام جثة ابنه القتيل، والوضع على حافة الانفجار. منذ الصباح الباكر انسحبت كل تشكيلات الشرطة وتمركزتها من الشوارع تماما، في حين أقامت قوات الشرطة كردون أمني ضخم حول منطقة العوامية. الأقصر اليوم حزينة وغاضبة، والأهالي متحفزين. جريمة خلقت أزمة كبرى بلا أدنى داعي. ننتظر إنفاذ القانون من الدولة وضبط الجناة ومثلهم أمام جهات التحقيق، وأيضا ندعو لإطلاق سراح أفراد الشرطة الخمسة المختطفين الأبرياء الذين لا دخلهم بالواقعة. ده الشاب اللي أطلق عليه ضابط الشرطة الرصاص على رأسه مباشرة فأرداه قتيلا. ده كان امبارح القصة. آدي الفيديو قدام حضراتكم كده، الفيديو هو قدام حضراتكم، وقوات الشرطة بتنسحب وتمركزاتها بتخرج من قرية العوامية امبارح، قصدي بعد ما أهالي العوامية خطفوا خمسة من أمناء الشرطة. خمسة انسحبت تشكيلات الشرطة بالكامل وراحت ورا، لأن الأهالي في حالة غضب وانفجار، ونزلت قوات الشرطة زي ما انتم شايفين كده عشان تضرب وتقتل وتعمل بلطجة وقابضين على الناس برضو. أما الآن وإحنا واقفين مع بعض دلوقتي، قبل قليل حدث الآتي، نشوف بقى اللي حصل دلوقتي. الداخلية بلطجية، الداخلية بلطجية، الداخلية. هو الوضع في العوامية الآن أنا ما أقدرش أقوله غير لما أسمع من زميلي الأستاذ رأفت بكري الصحفي من الأقصر. أستاذ رأفت مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور أستاذ محمد. مساء النور أستاذ رأفت. إيه اللي بيحصل في العوامية دلوقتي؟ في الحقيقة الوضع متأزم جدا في العوامية بسبب مقتل الشاب اليوم فجر اليوم.
بدون اي ذنب، بدون اي داعي. الاهالي لا يقبلون العزاء ولا يقبلون بدفن الميت. والان الاشتباكات قائمه بين الشرطه وبين اهالي العواميه في الاقصر. طب معلش زي بعضه، كان الحكايه دي اتحكت يا استاذ رأفت، اتقال انه الشاب اللي اتقتل ده كان الشرطه بتقبض على ابوه واخوه وبعدين هو اعترض فاطلق عليه الرصاص، ما حقيقه القصه دي؟ هو اللي حصل بالضبط ان الشرطه راحت حمله مداهنات في منطقه العواميه بدعوى القبض على مطلوبين كانوا قاموا بالتظاهر في 20 سبتمبر. كان من احد المكتوبين اخو الشهيد، فلم يكن موجود بالمنزل. حاول الشرطه ان تقبض على والد الشهيد فاعترضهم، ويقال في يعني معلومات اكيده ان الضابط قام بضرب الرجل اللي هو والد الشهيد. الضابط كان بايه يا استاذ رأفت؟ معلش، الضابط قام بايه؟ بضرب الراجل على وجهه. يعني ضربه بالقلم على وشه؟ بالضبط، دي معلومات اكيده. ضرب والد المتوفي او والد الشهيد على وجهه. ضرب والد الشهيد على ايه؟ اصل الصوت مش واضح قوي، ضرب والد الشهيد على ايه؟ على وشه. يعني الضابط الشرطه ضرب الشاب الشهيد ده على وشه وضرب والده بالقلم برضه. ضرب والده اولا. والده اولا، ضرب تمام. ضرب والده. تمام. فطبعا الشاب الشهيد يعني اغتاظ من هذا الموقف فقام بضرب الضابط مره اخرى. طب معلش رأفت يا استاذ رأفت، يعني الضابط ضرب والد الشهيد بالقلم فالشهيد ده رد القلم للضابط. بالضبط ده اللي حصل. فطبعا ما كان من الضابط الا انه اخرج المسدس بتاعه واطلق رصاص مباشره على راس الشهيد. ضربه قتيلا في اللحظه. ايوه. دي المقوله اللي وصلتنا يعني منذ دقائق قليله لتؤكد الواقع الذي حدث في الواقع. تمام. وبعدها في كلام على انه اهالي العواميه اختطفوا 5 امناء شرطه. نعم بالفعل حصل ان اهالي العواميه نظير الموضوع ده، لان طبعا الشرطه تنهارت وحاولت ان هي تهدي الموضوع، لكن اهالي العواميه لان الموضوع ده حصل حضرتك قبل كده في سنوات سابقه. يعني كذا واحد يموت من العواميه على يد الشرطه. لو تذكر حضرتك من حوالي سنتين توفي واحد في قسم الشرطه شعيب على يد الضباط. ايوه بالظبط اسمه شعيب، انا فاكر الواقعه دي. بالظبط في العواميه نفس المنطقه. فطبعا اهالي العواميه اخذوا حوالي 4 أو 5 من الشرطه كرهائن، ليس لهم علاقه بالواقعه، ولكن هم اخذوهم كرهائن لشان تسليم الضابط. الاهالي لا يريدون الا تسليم الضابط او محاكمه الضابط، محاكمه عادله. يعني اهل العواميه قابضين على 5 امناء شرطه لا علاقه لهم بالواقعه، وهم في مقابل هيفرجوا عنهم، في مقابل ان هم الضابط ده يتقبض عليه ويتعرض ويتحط قدام محكمه. مظبوط كده؟ نعم. وطبعا الشرطه رافضه. رفض جدا طبعا بدليل الاشتباكات اللي حاصله حاليا. حاليا حصل اشتباكات؟ حاليا حصل اشتباكات؟ نعم في اللحظه دي في اشتباكات بين الاهالي وبين الشرطه حاليا في اللحظه دي. وطبعا الاهالي رافضين استلام الجثه، والشرطه مصره ان هي طبعا كانت تكتب التقرير انه توفى وساعه دي طبعا بدون طلق ناري ولا غيره. فطبعا الاهالي رافضين كما يحدث في اي واقعه. طيب انا قدام الشاشه دلوقتي فيديو جديد جدا قدامنا اهو لهذه الاشتباكات، وشايفين الدخان مالي احد الشوارع في منطقه العواميه. مظبوط كده؟ يعني الفيديو على الشاشه قدام حضراتكم حالا دي جزء او صور فيديو من اشتباكات الشرطه مع اهل العواميه حالا كما ذكر الاستاذ رأفت، ونرى الدخان بتاع القنابل المسيله للدموع في المكان. طيب امبارح كان في معلومه او النهارده كان في معلومه يا استاذ رأفت ان قوات الشرطه انسحبت واصبحت متمركزه خارج منطقه العواميه، مظبوط كده؟ نعم بالضبط صحيح. طبعا منطقه العواميه منطقه شعبيه فيها مساكن يعني متعدده، مساكن كثيره. فطبعا الشرطه انسحبت من داخل البيوت، من داخل الشوارع الفرعيه في منطقه العواميه.
ولكنها تنفذت في الشوارع الرئيسية، تنفذت حول المنطقة بالكامل لعدم خروج أي مظاهرات أو أي احتجاجات على الواقع. لكن هم موجودين في حدود المنطقة، لكن بدافع المنطقة طبعا لا يريدون الانتظار لكي لا تحدث اشتباكات بين الأهلي وبينهم.